مرحبا بكم أصدقائي. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد الطريقة رائعة جدا باش نخدموا هنا الراس ديال النصف طوق. كيف ما كتشوفوا معايا هنا خدمت هاد الأهرام صغار في الجناب، ولكن هنا في هاد الراس هذا بالضبط، هاد يعني البداية ديال النصف طوق، غادي نخدمها بواحد الطريقة مختلفة. هي ماشي مختلفة بزاف، غير هي طريقة رائعة جدا باش يعني تعطينا واحد الحجم اضافي، او واحد تعطيك واحد الحجم اكبر. يعني مثلا انت خدمتي الخدمه وساليتيها وكانت الخدمه صغيره شويه، فهالطريقه هذه رائعه جدا وجيده جدا باش تعطيكم واحد الحجم. انا غادي نوريكم الان يعني الاساسيات ديال هاد الخدمه، وانتوما من بعد يعني اللي بغات تزيد تكبرها فهي راه صافي، غادا تكون عرفات الطريقة وغادا تزيد تكبرها لحد ما توصل يعني الحجم المناسب للجلابة ديالها او القفطان ديالها. فلاحظوا معايا، اول حاجة تندير هو الدرس ديال الواحد في الغرزة الاولى، وهنا غادي نطلع واحد الهرم. هاد الهرم هذا خدموه يعني العدد اللي انتوما ارتاحيتوا لي. يعني لاحظوا معايا، انا الان غادي نخدم الغرزه الاولى، ماشي ضروري تخدموا نفس العدد اللي انا دابا كنخدم فيه. هذه يعني ملاحظه مهمه، كل وحده تخدم العدد المناسب ليها هي. يعني شوف هي شحال بغات، انا هنا عندي بغيت نخرج يعني يكون عندي ثلاثه الاهرام كبار شويه في الحجم، وهما اللي يعني باغاهم باش ناسس عليهم الخدمه ديالي. فهنا غتلاحظوا معايا ان احنا عندنا جوج الغرزات. يعني الان الهرم يلا بديناه، عندي هذه الغرزه الثانيه، فغادي نجي هنا ما بين يعني في الثوب ما بين هاد جوج الغرازي اللي احنا خدمناهم في الاول. واللي بغات هاد الخدمه راني وضعتها يعني من البدايه، الشهده، الطرز البرازيلي، الرباطي، يعني كل شيء، الطريقه اللي ركبت بها العقيق، غتلقاو كل شيء اسفل الفيديو في صندوق الوصف. غتلقاو الروابط ديال هذه الخدمه من البدايه، الملاقيه اللي لتحت، يعني كل شيء، يعني كل شيء، اي قاعد شيء اللي درته هنا صورته كامل، وكل حاجه درتها في فيديو خاص بها باش كل وحده تمشي الحاجه اللي عجباتها، يعني الحاجه اللي عجباتها تمشي لها مباشره. فهنا غادي تعطينا بطبيعة الحال ثلاثة الغرزات، لأن فين ما كنطلعو كتزاد عندنا غرزة. يعني هنا هذه هي رقم ثلاثة. أي ملاحظة كتبوها لي في التعاليق. هنا الآن غادي نضربو في التوب، يعني غادي نرجع فين ما كنخدم غرزة في التوب كتزاد عندي يعني غرزة جديدة. فهنا عدنا واحد، اثنان، ثلاثة، وهنا أربعة. كما قلت لكم خدموا العدد اللي بغيتوا. هذه الطريقة اللي تنخدموا بها هذا الهرم أو المثلث، وانتوما كل وحدة يعني تبقى تكبر او تصغر حتى توصل للحجم اللي هي عجبها. فهنا مع الهبطه غادي نلقاو بطبيعه الحال اربعه الغرزات، يعني نفس العدد كيبقى. هذه رقم ثلاثة، والان رقم أربعة. فهنا غادي نزيدو غرزه في التوب، والان لاحظوا معايا جيدا شنو غادي نديرو وباش الخدمه تكون عندنا مختلفه. فالان انا غادي نجي مباشره للراس ديال الهرم باش غادي تكون عندي هاد النصف دائره هي اللي غادي نخدمها. هنا كاينين جوج ديال الطرق، اللي بغات هنا تجر الخيط عادي، واللي بغات ترجع فيه بهذه الطريقه هذه اللي درت انا. يعني اللي كتخدم الدرس راه غادا تعرف الطرق، تاخذ هي اللي الطريقه المناسبه ليها. لاحظوا معايا هنا نجيبوا الابره من الاسفل، ونبقاو غادي خدامين حتى نعمروا هاد نصف دائره كامله، يعني تعمر عندنا مزيان. لاحظوا معايا جيدا،
هنا يعني ما نقدروش نحسبه، غنبقاو غاديين حتى نهبطوا حتى نوصلوا للتوب. ما تنسوش الخيط مبروم على 3 شعرات، الخدمة كاملة خدمتها بالخيط على 3. من الأفضل الواحد يخدم بالخيط على 3، يعني كاين بعض السيدات كيفضلوا أنهم يخدموا بالخيط على 2، حتى هو مزيان وكتجي فيه الخدمة متقونة، غير هو صراحة يعني راك يمحن في الخدمة ديال بصح، يعني إلا خدمتي بالخيط على 2 عارفه راسك راه ما تكملي الخدمة، يعني حتى يغفر لك الله الذنوب وصافي. الراندا اصلا راه اش غنقول لك، يعني الاغلبيه راه كيخدموها، يعني الناس اللي كيشوفوا الان في الفيديو راه اكيد هما مهتمين بهذا المجال وكيخدموه، فهم عارفين مزيان باللي الراندا راه فيها تماره، ويعني كتبغي الصبر وكتعلمك الصبر، هي صراحه كتعلمك الصبر، من كثر ما كتخدم كتزيد تعلم اكثر. فالان انا غادي نجي لهنا للتوب وغادي ندير الغرزه الاخيره، يعني احنا دابا كملنا هذاك الهرم، هنا غادي نبدا هرم جديد، يعني غادي نبدا واحد اخر. فديما كنلوي الخيط على 2 شعره، على سميتو كنلوي على 2 ولا على 3 وكنبقاو غاديين، المهم حتى نكملوا الهرم ونوصل لنفس العدد اللي درت في الاول. المهم انا الان غادي نخدم 3 الاهرام بنفس الطريقه حتى نوصل لهذاك الراس ديال الملاقيه اللي عندي في الاسفل. هذيك الملاقيه راه حتى هي وضعت لها فيديو خاص بها، درتها على الشكل ديال الشهده باش تجي هذاك الشيء يعني متناسق. المهم هنا خدمنا 3 الاهرامات بهذه الطريقه هذه، والان وصلنا لهاد المرحله اللي مهمه بزاف وهي اللي غادا تعطينا يعني واحد غتزيد الحجم، يعني الحجم غادي يولي يبدا يبان اكبر. فلاحظوا معي جيدا، هنا هذه الملاقيه الصغيره يعني اللي هبطنا بها حتى لتحت. فالان لاحظوا معايا من الاسفل غادي نجي لهنا، يعني نحاول انني نختار يعني الوسط، المكان يعني هنايا في الوسط وهو اللي غادي نخدم عليه، وغادي نخدم بنفس الطريقه ديما، تلوي الخيط وترجع فيه بحال هكا، يعني كنحبك، هذه حبكه عاديه والان ترجع في الحبكه، يعني ديما حبكه وترجع فيها بالابره. فهذه هي الطريقه، وغادي نبقى غاده حتى يعني نكمل ونوصل للاسفل. فهنا حاولنا يعني نسرع شويه الفيديو لانني خدمتها في الاول، ف نكملوا. اللي مهم عندي انا هما تفهموا الطريقه باش تقدروا تزيدوا في الخدمه وتكبروها بطريقه سهله. فالان انا غادي نجي لفوق من هذيك الملاقيه وغادي نوضع غرزه، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نرجع في هذا النصف دائره، وغادي ندير كذلك مره اخرى. فهنا غادي نرجع كما قلت لكم في هذا النصف دائرة وتنوضع عليها نصف دائرة جديدة، يعني هذه الطريقة باش حنا غادي نبقاو غاديين وكنكبروا، يعني فوق كل نصف دائرة نوضعوا نصف دائرة حتى نوصلوا لهنا للتوب. انا المهم انا هنا غادي نخدم 3 نصف دوائر، ها ما كملتهم، والان غادي نرجع وندير الاهرام مرة اخرى، غندير الاهرام وعاده غادي نوريكم كيفاش غادي نزيد نكبرها. وكما قلت لكم استخدموا هالطريقه باش توصلوا للحجم اللي نتوما باغين، يعني المهم هو تفهموا يعني الاساسيات ديال الخدمه، ومن بعد راه غادي تضيفوا من راسكم، يعني ضروري الواحد خاصو يضيف من راسه. فالان هنا غادي نبدا هرم، لا في هذه المرحله هذه غادي نبدا الهرم. طبيعه الحال دوك 3 نصف دوائر غادي نعاود مره اخرى وغادي نكمل لهم الخدمه. المهم نتوما غادي تلاحظوا معايا هذا الشيء من بعد ما نكمل هاد الاهرام هادو. وكما قلت لكم حاولوا دائما دائما ما تعتمدوش يعني على واحد الشخص يوريكم كل شيء، كل واحد خذوا من عنده الحاجه اللي بانت لكم مزيانه، خذوها من عنده وزيدوا من راسكم، ديما تعلموا تزيدوا من راسكم، يعني ديما الواحد اللي بغى يتطور في اي مجال فخاصو يزيد من راسه، ما يبقاش معول على واحد شخص او معول على واحد يعني شيء معين،
ديما الواحد يكمل باش يوصل لنتائج افضل. لاحظوا معايا هنا كملنا هاد ثلاثه الاهرام، يعني درت نفس العدد اللي في الجهه اليمنى هو العدد اللي في الجهه اليسرى مع هادوك اللي في القنت، يعني هما اللي خدمناهم بهذيك الطريقه. لاحظوا معايا، فانا غادي نزيد نكبرها باش تعطيني واحد الشكل اخر يكون رائع اكثر. هذه المرحله المهمه اللي خاصكم تنتبهوا ليها بزاف، حيت المهم هي مهمه بزاف وغادا تعاونكم باش توصلوا للحجم اللي نتوما باغين، يعني الحجم المناسب ليكم. فمن بعد ما هنا لاحظوا معايا جيت الغرزة ما قبل الأخيرة، يعني الهرم ديروا على شحال ما بغيتوا، يعني العدد اللي بغيتوا، المهم جيوا الغرزة اللي قبل من الأخرى. وغادي نترجعوا في النصف، هذيك النصف دائرة حاولوا تاخذوا ليها يعني العبار ديالها وجيبوها معاها بهالطريقة هذه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. فالآن غادي نرجعوا نخدم عادي، هذوك الحبكات ديولي عاديين، يعني انتم خذوا الحبكة اللي عجباتكم، إما هذه أو الحبكة الأخرى اللي عادية، يعني بحالها كمثلا كتهزي الخيط صافي وتحيدي. فالآن أنا كملتها يعني زربنا شوية غير باش نختصروا الوقت. فلاحظوا معايا ديما الغرزة الأولى درتها في ما قبل الأخيرة، وهاد الغرزة هادي غنديرها في الراس ديال المثلث أو في الراس ديال الهرم، غادي نقفل بها هذيك الخدمة. دابا كيفاش غادي ننتقل من هذاك الهرم للهرم الآخر، الهرم الثاني؟ هذه أهم حاجة، غنضرب في التوب غنهبط وغادي نرجع نحاول أنني نجيب الإبرة في الغرزة ما قبل الأخيرة، يعني ما قبل الأخيرة نحاول أنني لأن من بعد حنا ضروري غادي نلصقوا هادشي فوق التوب، فما كاين باس نلصقوا دابا النص ومن بعد نعاودوا نلصقوا شي الاخر نعاودوا نكملوا. المهم فالغرزه ما قبل الاخيره هي هذه، وضعت عليها غرزه. والان غادي نرجع في النصف دائره نفس الطريقه، غير هو اللي مهم هو هاد الضربه اللي ضربناها في التوب هي اللي مهمه. وغادي نخدموا هنا، لاحظوا معايا مزيان ما شديتش التوب، انا خدمت عادي غير على الخدمه حتى من بعد، وغادي نوريكم كيفاش غادي نلصق هادشي كامل، يعني نثبتوه كامل بالحرير والابره بطبيعه الحال. فهنا انا غادي نكمل دابا هادي، نديروا لها تاي شويه الزربه ونحيدوها نكملوها. المهم انا غادي نهبط نوصل للراس ديال الهرم، لاحظوا معايا الان وصلنا للراس ديال الهرم، وغادي نخدمو كذلك بنفس الطريقه. كما قلت لكم هنا ما كنشدش في التوب، يعني انا خدمت هنا عادي ما شديتش في التوب، حيت لي شديتي فيه غادي تخسر لك الخدمه. ولكن دابا هبطي هبطي هاد الهبطه في التوب، والطلعه اللي غادي نطلع في الهرم نيشان في هذيك الغرزه ما قبل الاخيره. لاحظي معايا مزيان، الغرزه ما قبل الاخيره هي اللي طلعت منها الابره. صافي دابا كنظن ان هادشي ولا واضح وباين. المهم دائما انا كندير اعتبار الاخوات المبتدئات، هادشي علاش كنبقى نعاود في الشرح، عارفه هادشي مزعج صراحه، يعني اللي فاهمه راه كيجي هادشي مزعج، ولكن بالنسبه لوحده مبتدئه راه ما كيجيهاش مزعج نهائيا، بالعكس راه كتفرح ملي كتسمع الشرح يعني كيتعاود، لان هي احنا كاملين كنا مبتدئين، يعني ماشي ما كاينش شي واحد اللي ما داش من مرحله الابتدائي، يعني كاملين كنا مبتدئين وكاملين كنا كنبغيو الفيديو. انا كنت يعني ما نبغيش نشوف فيه جوج دقائق ثلاثة دقائق، كنبغي الفيديو تكون فيه نص ساعه العار غير نتعلم غير نفهم بعدا غنفهم الخدمه كيفاش غادا. فهاد الشيء علاش يعني بعض الاخوات كي اللي كتقول لك الفيديو طويل، فانا متاكده بلي انت هي معلمه ماشي مبتدئه، حيت هاد الهضره المبتدئه ما غاداش تقولها، بالعكس الفيديو اللي درتي لها فيه 30 دقيقه غادا تفرج فيه كامل وبدون ملل وغادا تتعلم، وخا نعاود الهضره غادا تفرح، بالعكس غادا تفرح لان هي الهدف ديالها هو انها تتعلم. ولكن ملي كتفرج في الفيديو وحده يعني معلمه وفاهمه الخدمه، فراه كيجيها ممل انك تبقى تعاود في الهضره. ولكن ديما ما تنساوش الاخوات ديونا المبتدئات، انا كنحاول دائما ندير لكم اعتبار ونخدم يعني نشرح مزيان باش كل شيء يفهم. اللي معلمه دير سيلونس الفيديو، يعني تنقص صوت كاع وما تصنتش هي كاع يعني بانها فاهمه،
ما كاين لاش بقات تسنط، هي تشوف غير الخدمه بعينها. يعني انا بعد مرات كنشوف فيديوهات شنقول لكم اشخاص يعني من روسيا مثلا، من الصين، من شي دول اللي ما كنفهمهمش، كنفهمهمش حتى شنو كيقولوا كاع، وكندير سيلونس الفيديو وكنتفرج وكنفهم الخدمه. المهم عندي هو الخدمه صافي، كنشوفها بعينيا وكنفهم يعني. ولكن احنا مغاربه وكنبغيو نشرحوا لبعضياتنا باللغه ديالنا وبالدارجه وبالمغربيه باش كل شيء يفهم. والمهم الاخوات اللي كيجاهم ازعاج من قوه الهضره ف ديروا سيلونس، يعني ما كاين شي حل اخر، يعني ما عنديش ليكم شي حل. بزاف الاخوات قالوا لي باللي راني كنعاود الهضره بزاف، ولكن راه كما قلت لكم راه عندي اخوات مبتدئات، راه انا متاكده انهم ضروري خاصك تشرحي لهم مزيان ضروري يعني. المهم كنتمنى ان الهضره ما تزعجكمش، واللي عندها شي تعليق توضيح تساؤل فتوضعوا لينا في التعاليق، ومرحبا باي سؤال، ومرحبا باي اخت مشتركه جديده مشتركه معايا من البدايه ديالي. وكنشكر بزاف الاخوات اللي كيدعموني صراحه، كاينين شي تعاليق اللي صراحه واخا تكون يعني مريض ومقادرش انك تخدم، فكتنوض وتهز الكاميرا وتبدا تصور كتخدم واخا تكون دقدق على قبل هذوك الاخوات اللي كيشجعوني. فكنشكركم بزاف، التعاليق ديالكم مهمه بزاف وهما الدافع الاساسي باش واحد يخدم. بحال قلتي شي طوموبيل شريتيها ما درتيش لها يعني البنزين ولا المازوط ولا شناوة، وما يمكنش غادي ماري ما غتزيدش، فراه بحال هكا اي يوتيوبر فهو كيبغي الدعم ديالكم. المهم دابا ثبتنا هاد الخدمه، فهادي هذا هو الشكل، تقدروا تزيدوا تكبروها يعني ماشي اشكال، نفس الطريقه نفس الاسلوب زيدوا كبروا. والان انا دابا غادي نخدم هذوك المثلثات الصغار في الجنب، وغادي تشوفوا معايا الصوره في النهايه ديال الفيديو. اي تعليق اي تساؤل كتبوه في صندوق التعاليق، وما تنساوش اللي عجبها الفيديو ضغط على زر الاعجاب، وشكرا على المتابعه.